اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه بنرحب بنجمه النادي الاهلي في الكاراتيه ومنتخب مصر ايه هشام. اهلا بيك يا ايه. اهلا بحضرتك، ومبروك، الله يبارك في حضرتك. نلقانا التاني. انا سعيده جدا ان انا مع حضرتك مره تانية، لا ده احنا وحضرتك مبسوطين. دايما مهتم بالالعاب الفرديه، طبعا طبعا، انتوا الابطال واحنا بنهتم بالابطال. شكرا لحضرتك. بنرحب بنجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر ايضا ياسمين الهواري. اهلا بيك يا ياسمين، اهلا بحضرتك، منورانا. ميرسي، بنور حضرتك، ميرسي. دي المره الاولى ان شاء الله ما تبقاش الاخيره، ان شاء والبطولات الله الجايه كتير باذن يا الله. رب باذن ان شاء الله الله. اي اجي لك. يمكن بطوله الجمهوريه شهدت منافسه جديده الحقيقه المره دي، لان الحقيقه بقت كل مصر بتلعب كاراتيه. يعني بعد تفوق الكاسح لينا في الاولمبياد وتفوق النادي الاهلي في الكاراتيه ونشر اللعبه، بقى انديه كتير جدا بقت في منافسه. كلميني عن استعدادات بطوله الجمهوريه، ابتدت امتى وخلصت امتى، ومنافسات كانت شكلها ازاي؟ بطولة الجمهورية احنا ككاتا احنا لعبنا في شهر 12 وخلصناه في شهر 12. بطولة الجمهورية بتعتمد، يعني مش بيبقى فيه تمرين منتخب، هي بتبقى كل لاعب بيلعب باسم النادي بتاعه، فكل لاعب بيستعد يعني بره ومع النادي. فانا كنت بتمرن مع مدربي يعني كابتن محمد، انا كابتن محمد مسؤول عني مسؤولية كاملة يعني يعني كاتا وبدني. وبتتمرني في الجزيرة ولا بتتمرني في فرع اخر؟ بتمرن في الجزيرة أو في أهلي مدينة نصر. فكل لاعب يستعد بالبدني والفني. وبطولة الجمهورية المرة دي فعلا كانت من أقوى البطولات، علشان هي زي ما حضرتك قلت لعبة انتشرت أكتر، كل ما بتنتشر كل ما المنافسة بتبقى أشد، ولأن الاحتكاك الدولي كمان بقى أكتر. صحيح. فده بيعلي من مستوى اللعيبة، حتى اللي هم المصنفين كل سيزون بيبقى المستوى أصعب اعلى. الأول. ده حقيقي. صحيح. طيب انت بالنسبه لك على المستوى الشخصي كانت ايه المباريات المهمه بالنسبه لك؟ ابتديت ازاي؟ يعني كلميني عن رحله اللقب، خاصه ان انت ما شاء الله خدتي ذهب، صح؟ الحمد لله. يعني كلميني عن المشوار، لعبت ازاي، وصلت لغايه ايه، مريتي بايه، ايه اللي إيه, 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 ايه المباريات اللي انت كنت فيها موفقه جدا، وايه المباريات اللي انت كنت قلقانه منها؟ يعني كلميني باستفاضه ليك انت. انا الحقيقه البطوله دي كانت يعني ليها ظروف خاصه عندي، يعني كانت إيه بقى؟ ان انا كان عندي شويه يعني ظروف في البيت، ووالدتي تعبت شويه. الف سلامه. الف سلامه. طب هي اخبارها ايه دلوقتي؟ الحمد لله بخير. احسن بجد؟ الحمد لله. الحمد لله، تمنيتنا بالشفاء طبعا، وان شاء الله تبقى يعني يا رب. احسن والله صحه. هي يا رب. قويه جدا الحمد لله ان شاء الله، يعني ربنا يشفيها يا رب، ودايما تبقى بصحه ودايما منوره البيت. فكانت البطولة دي يعني صعب عليا نفسيا كمان قبل أي حاجة طبعا، بس هي الماتشات عندنا كلها بتبقى تقيلة، خاصة من دور الثمانية. احنا بنلعب الأول ماتشات ونوصل لدور الثمانية، ومن دور الثمانية بنبدأ نلعب دوري. ان انا بلعب 7 ماتشات، بلعب كل البنات اللي في الثمانية. فطبعا هي الماتشات كلها بتبقى يعني مهمه وكلها بتبقى تقيله، ما فيش، ما اقدرش يعني كله، يعني ما فيش ماتش دول احسن 8. طبعا طبعا يعني ومصنفين، ومنهم ناس اكيد لاعبات معاكي بالظبط، كلهم ابطال عالم كلهم في منتخب مصر. فده طبعا بيبقى من اول دور الثمانيه المنافسه بتبقى شرسه جدا. شفنا الصور، انت كنت واخده الموضوع بجد جامد. يعني مركزه، ووشك نفسه كان فيه يعني تركيز قوي. لازم، احنا الكاتا قتال تخيلي، فلازم يبان. انا يعني انا ما فيش حد بضربه، بس انا كاني انا بضرب حد. انا صحيح. يعني تركيزي، وبعدين انا عندي لو تركيز راح لثانيه ممكن يحصل هزه، ممكن يحصل اي حاجه تطير لي الماتش. دي يعني اتغلبت عليها ازاي؟ ازاي عديتي نفسك نفسيا؟ هل كابتن محمد قعد معاكي؟ ازاي عديتي نفسك ان انت تنسي الظروف دي مؤقتا على الاقل اثناء المباراه؟ لا هو لا يعني هو فهو فعلا كابتن محمد بيبقى مجهزني لده. بصراحه الفتره دي فعلا كانت فتره صعبه، سواء على محمد ايه اسمه، محمد ايه، كابتن محمد عبد القادر. محمد عبد القادر هو مدرب في نادي الاهلي. ما انا عارف، بس احنا في كباتن محمد كتير، فانا عايز اخصه بالشكر. عبد القادر حقيقي مفيش كلام يعني يوصف الفتره اللي فاتت تعبه ومجهوده معايا، سواء نفسي قبل اي حاجه. فهو فعلا قدر يخليني افصل واركز في الملعب كويس، وكان مجهزني في وقت قليل جدا، لان كان غصب عني مش بقدر اتمرن بالشكل الكافي. ولكن هو ما شاء الله يعني عنده من الخبره اللي يقدر يجهز في وقت بسيط، فهو لا يعني قدر يخليني افصل فعلا. الحمد لله. الحمد لله. والبطوله كانت في شهر 12، بس انا بقى احنا دلوقتي في فبراير، فاكيد في الوسط كان في مباريات، وانت كمان شاركتي في الدوري العالمي. الدوري بس العالمي. خلينا اروح لياسمين برضو يعني اسمع منها، قولي لي بقى بطوله الجمهوريه جت ازاي؟ احنا كنا عكس الكاتا، احنا بدانا لغايه دور الثمانيه لغايه شهر 12، وكملنا من دور الثمانيه في شهر اول 2 بعد البريمير ليج. يعني التصفيات كانت في 12. اول البطوله الجمهوريه مقسمه مرحلتين، اول مرحله لغايه دور الثمانيه اللي كانت شهر 12، وبعد كده في شهر 2 اول 2 كملنا بقى اللي هم الدوري اللي هم الثمانيه. حلو. بس احنا في شهر 12 اشتغلنا، يعني بصراحه بدات كنت عندنا جهاز للبريمير ليج، وكان عندي بطوله الجمهوريه جامعات. بالظبط، الدوري العالمي للجامعات. وبعديها على طول جامعه ايه الاول؟ سياسه واقتصاد جامعه القاهره. جامعه القاهره. طب كويس، انا جامعه القاهره برضه. طب كويس جدا، وسياسه واقتصاد دي ما شاء الله. يعني جامعه كبيره جدا وعريقه. فكان في دوري الجامعات. والدوري العالمي.
والدوري العالمي والجمهوريه, وكان كله ورا بعضه كمان بعد امتحانات, في موضوع كان صعب قوي. كان صعب. طب مين مدربك؟ كابتن حاتم يوسف. كابتن حاتم يوسف. وكان ايه, انت بتتمرني معاه لوحدك ولا مجموعه؟ لا كنا مجموعه, بس هو بعيدا عن المجموعه بصراحه انا كابتن حاتم اي حاجه في النادي او اي حاجه سواء في الكاراتيه انا بصراحه بلجا له على طول, هو سبورت ليا. اكيد مدرب, المدرب في الكاراتيه مهم جدا. ده جدا بصراحه. مفيش. طيب احنا خلصنا التصفيات. طيب ايه فاكره الماتشات ترتيبها ايه وكان اصعبهم ايه؟ كان سبع ماتشات, احنا تمام بنات بنلعب سبع ماتشات. هو زي ما هي قالت دور الثمانيه بنبقى الثمانيه جامدين, الثمانيه ابطال عالم. يعني وده كان ميزان جديد عليا كمان, انا كنت بلعب تحت 68. انت دلوقتي فوق ال 68. انا كنت بلعب تحت 68 وغيرت ميزاني فوق 68, فروحت على لعيبات جداد. بالظبط, ففرق قوه وسرعه مختلفه جدا عن 68, فدي كان بالنسبه لي بصراحه. طب ليه غيرت الميزان؟ انا كنت دخلت الجيم فالعضل زاد معايا فعديت الوزن. فعديت الوزن فبديت ان انا خلاص بقى قلت مش بس قادر. في لاعبات بيعملوا ده قصد, بياخدوا بروتينات وحاجات عشان يعدوا. انا ما كنتش باخد بروتين. ده طبيعي. يعني انا بس ما كنتش قصدها. لا يعني ما كنتش قصدها. هي جت مع التدريب انت تعبت قوي. يعني انا تعبت قوي من التخسيس كمان, ف وبدا يظهر عليا في اللعب. حتى في البريمير ليج اللي هي الدوري العالمي. انا كنت من التخسيس تعبت, ما عرفتش اعمل حاجه في البطوله. لا لا احنا هنجي لها, بس خلينا نبدا في الجمهوريه. انت لعبتوا سبع ماتشات. احنا تمام بنات ورا بعض ولا لعبتهم ازاي؟ على يومين, اول يوم اربع ماتشات, ثاني يوم ثلاث ماتشات. انت خدتي دهب برده صح؟ الحمد لله. الله اكبر. طيب اصعب ماتشات كانت ايه؟ زي ما قلت لحضرتك احنا فعلا الثمانيه جامدين. وميزان جديد كمان, فالموضوع كان يعني. طب دي حاجه تبسطك ان انت لعبتي على طبعا جديد. الحمد لله, وده كرم من ربنا بصراحه. انت اول مره تلعبي الميزان ده وتكسبي؟ اول مره العب الميزان ده يعني. ما شاء الله. يعني الحمد لله. يمكن انتوا الاثنين كان عندكم ظروف مختلفه. انا كمان. وانت كان يعني ظروف ايه المشاكل بالظبط؟ وانت ظروف انا كنت ناويه اصلا البطوله دي, انا كنت بفكر ما انزلهاش. انا كنت خارجه من الدوري العالمي مجهده وتعبانه جدا, وكنت امتحانات والدوري الجامعات كمان بطوله الجامعه. يا خبر ابيض. فقلت لا انا بصراحه. بس بابي ومامي بصراحه وقفوا معايا قوي, انا بجد بشكرهم. والله يعني هم كانوا سبورت قوي ليا, عشان قالوا لي ياسمين انزلي وبتاع. كابتن حاتم كان رايه يعني بابا وماما؟ كابتن حاتم. لا كابتن حاتم على طول انت هتنزلي, احنا مش هنتناقش. انت نازله. طيب هو يعني قبل ما تطلعي لل 68 يعني كنت بتلعبي تحت 68, كنت عامله ايه تحت 68؟ انا برده كنت في اول. الله اكبر. انا بس كانت انا في الفريال, فريال اشرف معايا في الميزان, هي كانت في قبليه على طول. وانا كنت بعديها على طول. بس اي بطوله فريال طبعا مش بتلعب معانا الجمهوريات وكده. بس احنا كنا بننزل الجمهوريه, وانا الحمد لله كنت بجيب اول ميزان يعني. طيب انت زعلت لما الاولمبيات كان فيها يعني كاراتيه وخرج وخرج؟ اكيد طبعا. تعرف ان هم بيدرسوا وممكن يرجعوها؟ بيرجعوا بس مش اللي جاي, اكيد اللي بعديها. لا انتوا ما شاء الله سنكم صغير, تلحقوها يعني, يعني ان شاء الله. 23 سنه و24 سنه يعني يا رب. لا انتوا معانا للثلاثينات, ما فيش اي ازمه. طيب يعني عايز اتكلم عن الاستعداد للبطوله. انت ما استعدتيش تعتبري, لان انت خلاص انت كنت طالعه بالعكس, طالعه اوفر لود. كنا يعني انا كنت كان دي كذا حاجه, بس استعديت بطريقه مختلفه شويه. يعني احنا كنا قبل البريمير ليج معسكرين في المنتخب, فكنت مرن في المنتخب قبل البريمير ليج. كام يوم بقى كنت قاعدين؟ كنا احنا قبل البريمير ليج بشهر كنا بنتمرن في المنتخب, في المركز الاولمبي في المعادي. كنا بنخرج بنخرج يومين بس في الاسبوع وبنرجع بقيه الايام. طب كنت بتعملي ايه في الجامعه ولا كانوا مقدرين؟ انا كنت اصل الفتره دي عندي امتحانات, فكنت بخرج امتحن وبرجع المعسكر. بالظبط. عذاب حياه البص. الحمد لله. حياه بص انا عارف عارف الدنيا دي عذاب اليم يعني. الحمد لله. الدنيا صعبه جدا, بس برافو عليك. انا عاجبني انه البطولتين بالنسبه لكم كان فيهم ظروف. انت بتتحدي بميزان جديد, وايه بتتحدى ظروف, والحمد لله ظروف الاثنين عدوا وتغلبتهم عليهم وان شاء الله تبقى تمام. ارجع بقى للدوري العالمي. انتوا لعبتوا يعني احنا اتكلمنا على بطوله الجمهوريه, لان احنا المحلي مهم, ولكن العالمي هو الحاجه اللي بتنور قوي. كلميني بقى الدوري العالمي وشاركتي فيه ازاي, وهل شاركتي في احد الجولات الثانيه بره مصر ولا جوله واحده بس؟ هي بين الجمهوريه بالنسبه لي, انا بين الجمهوريه لحد النهارده انا لعبت الدوري العالمي اللي هو كان في مصر. برضو بيبقى عندنا ثلاث ماتشات في الاول زي دوري برضو. انا كانت المجموعه بتاعتي بصراحه كانت تقيله المره دي. كان فيها مين تفتكر؟ كان معايا اليابان, وكان معايا بطله هونج كونج كانت جايبه اول في بطوله اللي قبلها على طول, وكان معايا بنت من تشيك. فاليابان عامه لوحدها في الكاتا عندنا كمان هي رقم واحد. طبعا لان هي اساس اللعبه. فبس الحمد لله يعني ربنا كرمني وقدرت اكسب الثلاث ماتشات, فقدرت ادخل دور الثمانيه الحمد لله. وبعدين لعبت على ثالث وخامس, ولعبت برضو يابانيه, بس
بس يعني الحمد لله يعني. وخدتي مركز كام؟ جبت خامس الحمد لله يعني الحمد لله. طيب ما شاركتيش في جوله ثانيه؟ الجوله اتعملت في مصر بس؟ لان هو انا فاكر كان في جوله في دبي باين افتكر ولا كان كان في واحده في دبي فعلا السنه اللي فاتت وكان في واحده في الرباط بتاعت كان في واحده في اذربيجان اعتقد انا دي ما شاركتش فيها بس انا شاركت في دبي والحمد لله برضو جبت خامس الحمد لله ما شاء الله الله اكبر. وكان من اهم الايفنتات عندي ان كان في بطوله الدوري يعني بطوله دوره الالعاب العالميه دوره الالعاب احنا بنسميها هنا في مصر الاسد يعني ده اللقب لعبت فيها دي بيشارك فيها زي هي شروطها نفس شروط الاولمبياد بالظبط بيشارك فيها برضو 8 لعيبه بس على بالرانك ليها نفس شروط التاهيل بتاعتها فيها. دي الحمد لله تاهلت فيها الحمد لله وكنت من احسن 8 على مستوى العالم. لعبت امتى وفين دي؟ دي اتلعبت في شهر وانا الحمد لله في الكاتا كنت اللعبه الوحيده من افريقيا في الولاد والبنات. طيب وبالنسبه للسبعه اللي معاك التانيين كان فاكره جنسياتهم غالبا من الشرق اغلبهم اوروبا وكان في يابان يعني انت اللعبة الوحيده الافريقيه وبالنسبه للرجال والسيدات الحمد لله في امريكا ولايه ايه كانت؟ كنا في برمنجهام حاجه بس دي في الغرب غرب امريكا ولا مش فاكره؟ طب يعني طرت كتير جوه امريكا يعني نزلت لا احنا قعدنا في السفر كتير جدا احنا قعدنا اكتر من يوم كان 32 ساعه تقريبا انا عارف امريكا كلها كانت صعبه كتير جوه امريكا الطيران نفسه لوحده كان عشان كده انا بقول لك انت بتروح بتلاقي نفسك مجهد والبطوله عندكم بتبقى يومين ثلاثه بتبقى حاجه ده حقيقي. بس كويس يعني انت الموسم كان بالنسبه لك مليء بالبطولات كان موسم قوي الحمد لله والحمد لله عملت الحمد لله في انجازات كويسه جدا. طب انا عايز بقى اتكلم مع ياسمين انت الدوري العالمي لعبت نفس الدوري العالمي عملتي فيه ايه؟ انا ما حصلش نصيب في الدوري العالمي عشان زي ما قلت لحضرتك انا كنت مخسسه جامد قوي وكنت خارجه امتحانات بقى فالموضوع كان بس كونك مشاركتي فيه برده حاجه كويسه الحمد لله طبعا الحمد لله حصلتي سنك صغير لسه يا ياسمين 22 سنه لسه صغيره طيب شاركتي فيه عملتي يعني طلعتي من البدايات ولا لا انا كنت كان المجموعه بتاعتنا اربع بنات كان معايا بنت من اللي هي الثانيه الثالثه في الرانك تمام ومعايا بنتين تانيين بنت من كرواتيا تحت 68 ما جريسا جريسا بخسس بقى والثالثه بصراحه كانت ايطاليه انا كسبت ماتش وخسرت ماتشين التانيين فما قدرتش انا اتاهل بالظبط كويس جدا بس فانا من ساعه البطوله دي قلت انا مش هلعب تحت 68 دي ما قلتش هتلعب بس سبحان الله وفي اشاره من ربنا اول بطوله تلعبيها فوق 68 انا لعبت بعد البريمير ليج دي لعبت بطوله الجامعه كنت لعبتها فوق 68 برده جبت اول ونفس اللعيبه اللعيبات اللي بتشوفيهم يعني الجامعه بالظبط يعني هي تعتبر بطوله جمهوريه ثانيه بالظبط يعني لعبت بطوله جمهوريه مرتين عملت فيها ايه؟ جبت اول الحمد لله ما شاء الله بس هو كان بميل اصلا بطوله الجامعه وبطوله الجمهوريه كان اسبوع بالظبط. طب شاركتي في اي دوري عالمي في جولاته الثانيه في دبي مثلا؟ شاركت في دبي وكان في الرباط جبت سابع وكان يعني توب 8 طيب وفي دبي وسابع برده طب حلو جدا الحمد يعني انت بس كانت دبي والرباط انهي وزن؟ تحت 68 برضه لا انت ان شاء الله اللي جاي هتبقى احسن ان شاء الله خلي بالك اللي جاي وهي بتبقى ما دي كانت اول بطوله العبها فوق 68 هي البطوله اللي فاتت مع الوقت هتلاقي ان انت ما شاء الله هتلاقي احسن ان شاء الله والقرار اللي انت خدتيه ان انت تلعبي في ميزان اعلى ده قرار اكيد صائب يعني انا من وجهه نظري هي بتبقى اشارات انت ممكن تخش وزن عالي ما تتوفاش تقول لا انا هخسس وانزل تاني وزن لتحت صح بس لما بتطلع وتكسب الجمهوريه اللي انت اول مره تشوفهم لا انت قعدت في وزن شويه هتبقى ان شاء الله احسن. ان شاء طب الله ايه اللي جاي؟ اللي جاي عندنا بقى ان شاء الله بحر متوسط امتى؟ في شهر 5 أو 6 تقريبا. ما بتهيألي بتبقى في شهر 6 6 بتهيألي. وعندنا بريمير ليج رباط شهر 5 ان شاء الله. ما دي السيزون من الاول بقى. طب هيبقى انت بالنسبه لك هتعسكري مع المنتخب؟ ان شاء الله. احنا اوريدي معسكرين. معسكرين؟ بدأنا معسكر الجمعه اللي فاتت. يعني معسكر ولا؟ لا خلصنا معسكر امبارح. يعني انا معسكر يبدأ النهارده. احنا الكاتا والكوميتي عكس بعض هم بيخلصوا احنا نبدأ ونسلم بعض. يعني انت النهارده معسكر. جاي من المعادي؟ يا خبر ابيض احنا بنشكرك طبعا. يعني انتوا وقتكم يعني فضيتوه وبقيتوا معانا دي حاجه ده شرف لينا. لا والله ده حاجه تسعدني جدا. والله شرف لينا طبعا. خلي بالك النجاح ما بيجيش بسهوله يعني الله اكبر عليكم يعني النجاح بيجي بالتضحيات وبيجي صح. طيب خليني انت يا ياسمين اللي جاي انت عندك البحر المتوسط اختيار المنتخب بيتم ازاي؟ ما هو من الجمهوريه انت واخده اول يا باشا الحمد لله يا باشا انا معانا انا بس عندنا تصفيه عندنا تصفيه اول شهر 4 لا بقى ما تلعبيش بيا هم هياخدوا احنا المنتخب بيتاخد من الجمهوريه حلو ده تشكيل المنتخب اللي هيروح بقى تصفيه بيتعمل تصفيه قبل اي بطوله بيتعمل تصفيه الثمانية بقى لا مش الثمانية بياخدوا بقى من الأول للثالث على حسب بقى كل سنة المنتخب بيحدد هو بيسافر كام واحد؟ واحد فأنتوا هتلعبوا تصفية بس مش ثمانية ما هو هياخدوا أول ثلاثة من الجمهورية مثلا هو المعسكر ثمانية بيتمرنوا لا قدر الله أمال كام واحد؟ أول أربعة بس أنتوا بتتمرنوا دلوقتي بأربعة وأول ثلاثة
هم اللي هيتعمل منه تصفيات او 3 او 4 لسه برضو بيحددوا. هم لازم يخشوا باربعه لا قدر الله ممكن حد يصاب حد بتاعي يبقى هو مامن نفسه كمان بالظبط. هيعمل هيحصل تصفيات تروح البحر الابيض المتوسط ان شاء الله. حلو ان شاء الله. طيب بعد البحر الابيض المتوسط في عندنا يعني الرباط الاول بعد كده البحر المتوسط. الرباط في شهر 5 والبحر الابيض المتوسط بالظبط. بس خلي بالك الرباط ده بقى الموسم الجديد مش القديم بالظبط. القديم كان في 2022 بالظبط. الرباط ده 23 بس غريبه ان كله بيروح الرباط. هو مش كله هو بتبقى الرانك بالرانك. لا مش قصدي بقى في جوله ثابته للرباط. ما هو البريمير ليج بتبقى ثابته يعني البلاد بالظبط. بس مصر ما كانتش بتعمل فيها زمان. ما في الحمد لله بقى احنا اتطورنا خلاص اتطورنا بعد ما احنا فبقينا دلوقتي حاجه. طب برضو بنفس الكلام بالنسبه لك ايه اللي جاي نفس الكلام؟ انا عندي عندي الرباط وبعد كده عندي ان شاء الله بحر متوسط والحمد لله اتاهلت برضو بطوله اسمها دوره العاب الشاطئيه. دي احنا بنلعب على الرمل بقى دي شروطها مختلفه تماما غير ال دي جديده دي ولا ايه؟ دي يعني دي ما بقت ليها شروط جديده. مالها كام سنه بتتلعب؟ ازاي ما سمعتش عنها دي؟ دي احنا يعني مش بنشارك فيها كتير بصراحه. ايوه عشان كده. بس السنه دي بتلعب الكاراتيه على الشاطئ؟ على الرمله. هتتعمل فين؟ دي هتعمل في اندونيسيا ان شاء الله. هناك شواطئ اندونيسيا اصلا جامده جدا. طيب دي في شهر كام؟ دي في شهر 7 أو 8 تقريبا ان شاء الله. طب شروط التاهل ليها؟ شروط التاهل ليها انا اتاهلت عن طريق بطوله العالم لان انا كنت جايبه 5 عالم فردي الحمد لله. فكم واحد بيروح؟ فهم اخذوا اول 6. حلو. وبياخدوا ابطال القارات يعني اول افريقيا اول اوروبا اول. طب هو في بطوله افريقيا لينا؟ امتى؟ لسه هتتلعب. بس انت بره خلاص انت بقى. انا اتاهلت خلاص انا اوريدي كنت اتاهلت. ممكن حد من الثلاثه اللي باقيين يبقى مصري لانه ممكن ياخد بطوله افريقيا. انا على حسب لو بطوله افريقيا جت قبل البطوله. ولكن انا اعتقد ان ما اعرفش هل من شروط البطوله مسموح ان 2 من نفس الدوله يلعبوا ولا لا. ما اعرفش بتهيألي اصل عشان يبقى فير اناف. انت اتاهلتي خلاص الست الاولين مهما كان جنسياتهم خلاص. مظبوط. هم بيلعبوا 8 بيلعبوها 8 ولا بيلعبوها كام؟ من دور ال 32. يعني 32 لاعبه. ما هي ليها بياخد اول 6 وهياخد 10 عن طريق الرانك. و10 من ابطال. طب انت الرانك العالمي عندك كام؟ انا في الرانك العالمي انا كنت شهر انا كنت رقم 6 من شهر تقريبا بس للاسف يعني عشان المشاركات يعني حصل لي دروب في كذا بطوله بقيت رقم 10 دلوقتي بس لسه من التوب 10. الحمد لله الحمد لله. تبقى دايما محافظ 8 7 انت التصنيف ده بيبقى مراحل اب اند داون على حسب مشاركاتك ممكن ترد بعد كده في التصنيف كام. ده طب هنروح اندونيسيا دي هتبقى في 7 8. ان شاء الله. يبقى انت عندك بحر متوسط. لا رباط. الرباط الاول بحر متوسط. بحر متوسط بعدين. طيب والرباط انت بتشاركي مع المنتخب. مع المنتخب كل بطولات مع المنتخب. نفس الكلام بالنسبه لياسمين. انتوا لا ما انا فاهم انتوا التصفيات ما بينكم هل في تصفيات بتحصل ولا بياخدوا الجمهوريه نفس الكلام بياخدوا 4 يعني تعملوا ايه؟ احنا ما تبلغناش بتصفيات. احنا طبعا التصفيات بتتعمل عندنا قبل البطولات الرسميه يعني زي بطوله افريقيا بطوله عالم او كده. بطوله الدوري العالمي عندنا ممكن بياخد اعلى واحد في الرانك يعني المصنف من مصر يعني في الرانك العالمي يشوف اعلى واحد في الرانك وهو ده اللي بيسافر. او اعلى 2 او اعلى 3. انا الحمد لله اعلى الحمد لله. واحده. انت 5 عالم ما فيش حد مصري سابقك في الـ4 اللي فوق. الحمد لله. طيب هتروح بحر المتوسط انتوا كام لعيبه دلوقتي؟ كام لعيبه معسكر؟ احنا في الكاتا 8 لان احنا عندنا فردي وجماعي. صحيح. فاحنا لازم بنعمل جماعي. الجماعي بيبقى ثلاثي ولا دلوقتي بقى 4؟ القانون الجديد بقينا 4. مظبوط. اصعب. اصعب جدا بس فرصه لينا يعني مش احنا بننزل على الملعب 3 ولكن هو مدينا فرصه ان احنا ممكن نبدل يعني ممكن العب اول دور بتشكيل معين والدور اللي بعده ابدل. فدي كانت دي فرصه كويسه ان بدي فرصه لحد كمان ان هو يشارك في البطوله. كويس. وفي نفس الوقت ان لا قدر الله لو حصل حد تعب حد اتصاب حد حصل اي حاجه احنا 4. صحيح. فدي فرصه لينا كويسه. خلي بالك برضو انتوا الموسم مزدحم. يعني انت عندك من 5 6 7 انت بالنسبه لك ونفس الكلام بالنسبه لياسمين. بس انا عايز اسال ياسمين بقى حاجه ثانيه يعني يمكن انت عشان رحت ميزان جديد فمش هسالك على الرانك العالمي لان انت لسه ما لعبتيش اي بطوله بالرانك ده. لسه انت بادئه الرانك الجديد. بالزبط. طيب انت ممكن ازاي تبتدي ترتقي في التصنيف العالمي زي ايه في بقى كذا بطوله زي اسمها سيريس اي دي بتبقى بنلعبها عشان نجمع بوينتس عشان نعرف الرانك بالظبط. طيب دي امتى بقى هل هتشارك فيها هل هو كان في سيريس اي تركيه بس طبعا عشان الاحداث اللي في تركيا دلوقتي فاتلغت البطوله. لسه مش عارفه بقى في بطولات ثانيه ايه بس انا عامه ممكن العب بريمير ليج رباط لان انا الرانك لما انقله من تحت 68 لفوق يبقى في بوينتس معايا
فاقدر العب البريمير ليج. طب انت تحت 98 كنت الرانك عامل ايه؟ كنت 20. طب كويس يعني ده ممكن يطلع منك بتطلعي بنفس البوينتس؟ لا بتقل حاجه بسيطه. بتقل حاجه بسيطه بس برضه هقدر ان انا العب البريمير ليج. طيب البريمير ليج بياخد الترتيب قد ايه؟ طبعا اول حاجه بيفتحوا 32. ايوه. لو 32 ما كملوش بياخد من لغايه 64. حلو. يعني على حسب اللي داخل ايه بالظبط، حسب طيب. اللي سجله في البطوله. طيب احنا انت هل جبت اجنده الاتحاد الدولي وشفت سيريس ايه كام بطوله جايين ولا ما عملتش كده؟ لا لسه ما بصيتش. لسه ما بصيتيش؟ طب وبتحدديها ازاي؟ اكيد هتحدديها ما تتعارضش مع الرباط ولا تتعارض مع ما هي؟ لا ما تبقوش في نفس الوقت لان اللي بينظم الاتحاد الدولي طبعا هي اجنده. بالظبط هي اجنده، هو بيحط ايام والبطولات. بس انت ناويه تشارك ان شاء الله وعايزه ترتقي بالتصنيف وانت بتهالي يعني انت مرتاحه خلاص الوزن ده؟ انا كده انا الحمد لله مش هلعب الوزن ده، انا قفلت بالوزن ده. يعني خلاص يعني انا قفلت بالوزن ده. بس هي الفكره انه محتاجين زي ما في المحل بالزبط. الحمد لله بقينا اول الحمد لله. وانت اكيد في الرانك اول خلاص بتهيالي ولا في حد سابقك؟ لا لا في حد سابقني عشان انت لعبتي بطوله واحده. صح لعبتي جمهوريه بس فهم سابقينك عشان جمعوا نقاط اكتر. بالظبط. بس قصدي اقول لك ان انت بادئه في زي ما كل مرحله عمريه بتبتديها جديده من الاول. بالظبط. فانت يعني ان شاء الله اللي جاي يكون احسن باذن الله. طب ايه يمكن النادي الاهلي منظومه معينه في الكاراتيه كده يعني سيستم، والدكتور مراد عاصم نحب يعني اشير ليه لان هو من الناس اللي اسسوا السيستم ده والنظام ده. طبعا. شايفه اللي بيميزنا ايه كنادي الاهلي في الكاراتيه؟ بعد طبعا ما شاء الله الاحتكاكات دي كلها. احنا في النادي زي ما بيقولوا احنا نادي قرن، احنا فعلا منظومه قويه فعلا. يعني احنا في سيستم، في تجهيز، في دعم جامد لينا. فلا احنا زي ما بيقولوا احنا اسره فعلا. احنا النادي الاهلي ده بيتنا التاني. حاسه القاعده كبرت قوي في الكاراتيه في النادي الاهلي ما شاء الله الله اكبر كبرت. حاسه دي بقى فيها منافسه اكتر يعني يمكن مش هيحس بيها قوي جيلك. ممكن الاجيال الصغيره بقى المنافسه اكتر والعدد اكتر، ولا شايفه المنافسه دي لا مش زي زمان يعني شايفاها بقت اشرس جوه النادي الاهلي؟ جوه النادي الاهلي طبعا وده بيدي كمان فرصه للنادي بنتائج اكتر بره، لان انا مثلا لما يبقى عندي 2 و3 و4 اقوياء هقدر اجيب مراكز اكتر في بطوله الجمهوريه. فكل ما القاعده جوه بقت قويه كل ما يعني نتائجنا بره تبقى اقوى. صح وجهه نظر سليمه. طب نفس الكلام يعني شايفه المنافسه بقت جوه النادي الاهلي صعبه؟ طبعا يعني انا الميزان بتاعي في الجديد في لعيبه من النادي الاهلي معايا. ماشي. وكلنا ما شاء الله يعني كام 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 بنت معايا. انتوا يعني الميزان بتاعي بس الميزان بتاعك يعني احنا بنتين في الميزان. انتوا اربعه؟ انتوا المعسكرين اربعه؟ ما انت قلت لي كده اثنين منهم من الاهلي. اثنين لاعبات من الاهلي. الاثنين التانيين منين؟ بنت من نادي مستقبل الوطن وبنت تانيه من اسكندريه. طب شايفه مين ابرز المنافسين ليها دلوقتي؟ مين بقى اكتر وطالع على الساحه في الكاراتيه؟ عامة أنا شايفة إن الكاراتيه دلوقتي في حتة تانية، يعني شايفة إن الناس كلها دلوقتي بقت كويسة وجامدين يعني الحمد لله. يعني شايفة إن يعني ما زال النادي الأهلي هو يعني بصراحة النادي عندنا إحنا دايماً عشان النادي على طول الحمد لله في التوب، فإحنا عايزين نفسنا على طول في التوب. طيب شايفة اللي طالع في النادي الأهلي الصغيرين برضو يعني لا في ما شاء الله بصراحة النادي عندنا فيه أبطال كتير قوي يعني صغيرين. عندنا فاطمة عبد الناصر ومنى الهواري أختي وملك عبد الحميد، في لعيبه كتير قوي طالعه كويسه جدا في النادي عندنا. مين ماسك الاعلى؟ ماسك الاعلى بابي مامي. طيب احنا ماشي خلاص كان في كاراتيه. هم كانوا بيلعبوا كاراتيه؟ لا انا اول حد في العيله. طبعا اجابه 100% بابي مامي. ده حاجه جميله جدا طبعا احييك على الاجابه دي، بس انا بتكلم على الكاراتيه. في الكاراتيه جينا فاروق طبعا. جينا كانت في الاهلي فجيجي يعني بصراحه مثل الاعلى لينا كلنا بصراحه. بس العلى ليا انا ناجحه اصلا هي بصراحه على طول سبورت لينا بصراحه يعني جيجي بصراحه اي حاجه بصراحه يعني احنا جيجي عندنا نكلم جيجي على طول. جيجي مفيش دكتوره؟ جيجي على طول. طيب ودكتور مهند؟ دكتور مهند طبعا. دكتور مهند على طول برضو يعني اي حاجه اي حاجه بنحتاجها دكتور مهند على طول. يعني الحمد لله مفيش ما بيننا اللي هو لا لسه بيلعب. هو لسه بيلعب صحيح؟ هو لسه بيلعب والله. لعب بطوله كده؟ لعب بطوله من قريب. طب انت بنفس السؤال مين ماسك الاعلى؟ على مستوى عشان يبقى السؤال على المستوى الشخصي وعلى مستوى على المستوى الشخصي طبعا اهلي يعني مامتي وبابا. هي احرجتك كمان خلي بالك. لا هو فعلا اللي هيجاوب يا جماعه. لا هو الاهلي دايما السبورت الاول لاي. لا انا بهزر يعني هي اجابه ما حدش ينفع يجاوب بعديها اجابه ثانيه. بابا وماما خلاص. انا لو جاوبت سالوه دلوقتي مين؟ بابا وماما خلاص خلاص يعني ثبتتني. طيب على مستوى الكاراتيه بقى. على مستوى الكاراتيه لا في كتير طبعا يعني مدربي طبعا وكابتن جيانا طبعا وكابتن شيبان مولي يزيد
مثل لكل البنات كابتن شيماء بيزيد. لان هي فضلت مكمله في اللعبه وطبعا شافت حياتها ان هي اتجوزت وكان عندها اولاد وما شاء الله جابت بطولتين عالم وهي ام ما شاء الله عليها. فطبعا كابتن شيماء بيزيد قصه كبيره جدا، قصه نجاح كبيره. طبعا يعني ان شاء الله تبقى احسن منها ان شاء الله، وده حاجه ما تزعلش حد. لا طبعا هي تتمنى لنا والله. جميله او كانت هتشارك في طوكيو لولا الحمل والولاده وكده. لا هي جميله جدا فعلا، مثل لينا ان كلنا مهما كان حياتنا بره فيها ايه، وان احنا لا يعني الكاراتيه مش عائق خالص، الرياضه مش عائق، لا تقدر تنظم حياتك وتنجح في كل الاتجاهات يعني. صحيح. أي أنا بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني الحقيقة، واستمتعت جدا باللقاء يا هشام نجمة النادي الأهلي في الكاراتيه منتخب مصر، بتمنى لك كل التوفيق. شكرا لحضرتك، الشرف ليا. ياسمين طبعا الهواري يمكن دي أول لقاء، بس الحقيقة أنت ما شاء الله عندك بوتنشال كبير وعندك رغبة كبيرة في إن أنت تحققي حاجة كويسة. بشكرك إن شاء الله. شكرا لحضرتك. أعزائي المشاهدين ده كان لقائنا، ولسه مكملين، هيكون معانا بعد الفاصل شوقي أحمد شوقي صاحب الميدالية الفضية في وزن فوق 84 كيلو جرام بعد الفاصل.